كل النساء تقدر لو جابت آخرها إن هي تقول للرجل اللي هي مرتبطة بيه مع السلامة أنت فاكر نفسك مين وتفوقه، ولكن مادام الموضوع بالترتيب أكيد وطبيعي جدا هتلاقي فيه أنثى الموضوع على نفسيتها صعب شوية وأنثى الموضوع أسهل شوية، يعني الإناث بدرجات في الموضوع ده، وفي أنثى تجيب آخرها أسرع وفي أنثى تقول الكلمة دي أسرع من غيرها، وفي أنثى حمولة شوية وتعديله وتطول بالها وتطول نفسها. عايزين نتعرف على نساء الأبراج كلها ترتيبها إيه في الموضوع ده، وإيه الأسباب لكل واحدة اللي بتخليها تيجي في المركز ده. يلا بينا. اهلا بكم، مساء التفاؤل والامل على اجمل ناس في الدنيا، عيلتي برحب بكم سريعا وبقول للجديد اللي بنضمنا بس يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، ودوسوا لايك رجعنا عشان نوصل حلقتنا لاكبر قدر من الناس، ده الطلب الوحيد. وكمان يا ريت تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك والانستجرام، الروابط دي متثبته في اول تعليق ووصف الفيديو. وتعالوا بينا نبتدي بالمركز ال 12، وكل انثى تتوقع برجها هيكون في المركز الكام، وانثى اذكى شويه كالعاده تقول لنا كده بخبرتها وذكائها مين اللي ممكن تكون في المركز الاول متصدرة نساء الابراج كلها في حلقة النهاردة. في المركز ال 12 عشان هي اكثرهم رومانسية واحتواء، ودي حاجة مفيش خلاف ولا نقاش فيها، انثى برج الحوت. انثى برج الحوت لو لقت الطرف اللي هو معاها بيغلط كتير ممكن تقول له امشي مع السلامة، بس غالبا ممكن ده يحصل بينها وبين نفسها ويرجع الحنين يكويها تاني، والحنين بتاعها بيكون نسبته عالية قوي، فممكن يخليها تتراجع قبل ما تقول حاجة زي كده. هي حمولة أصلا، تطول بالها، عندها احتواء، وللأسف لو في بعض الرجال المرتبطة بيها مش مقدرة كده تلاقيهم يتمادوا، دي المشكلة، ما يعرفش ان الانثى اللي معاك دي بتعمل كده من جمال شخصيتها وقدرتها الكبيرة على الاحتواء وقدرتها الكبيرة ان هي انثى وفاهمة قوي ان انت راجل وهي انثى. في بيقدر، والاغلب للأسف او شريحة كبيرة من الرجال ما بتقدرش. المهم ان هي مقارنة بنساء الابراج معانا في المركز ال 12 نعلى مركز ونوصل لل 11 نلاقي اختها شبيهة بيها في كتير من الصفات. أنثى برج السرطان رومانسية وحالمة، وكمان عندها احتواء كبير وعندها حنين، ولما بتحب يعني صعب ان هي تقسو الا لما تكون جابت اخرها. أنثى برج السرطان دايما بقول اذا قررت الرحيل من الاناث، اذا قررت الرحيل صعب جدا رجوعها، ولكن هي مش سريعة في الموضوع ده، وصراحة احقاقا للحق ان هي تعمل حاجة زي كده دي مش سهلة على نفسيتها ابدا، لانها يعني لما بتسلم قلبها لحد او بتحب قوي، بتحب من اعماق قلبها زيها زي انثى برج الحوت، فاكيد ما هي سهلة عليها ابدا الفراق، يعني انثى الحوت صعب عليها الفراق وبتخاف منه، انثى السرطان نفس الكلام، طبيعتهم كده وشخصيتهم كده، وعشان كده انثى برج السرطان ممكن تعدل اللي هي بتحبه وتطول نفسها عليه وتتحمله ويكون عندها احتواء، بس خلي بالك هي او انثى برج الحوت بيحبوا التقدير قوي وبيحبوا العملية تكون هديك كل حاجة وانت كمان قدر ده. لو ملقوش ده حتى لو مرحلوش سريعا رحيلهم هيكون قاسي عليك وانت اكتر حد هيتألم في النهاية. نقلة كمان مركز ونوصل لمركز العاشر، اعلى منهم بفرق كبير انثى برج العقرب، عشان ننتهي من الابراج المائية تماما. العقرب تميل لمنطقة وسطى، ولكن الطبيعة المائية في حلقة النهاردة قايلة كلمتها بشكل كبير. اصل انثى برج العقرب دايما ما بتحبش تكون متسرعة في قراراتها ولا سيما العاطفية، وما تحبش تخسر حاجة هي مقتنعة بيها او حاجة هي حباها، فهتلاقيها تطول بالها من جواها، بتغلي من جواها، ممكن عايزة تخبطك تخلص عليك، بس بتحاول ان هي تتحالم وبتحاول ان هي تمسك نفسها وبتحاول ان هي تطول نفس على امل ان هي تبتعد عن سكة الاندفاع، وان ممكن بكرة يكون في افضل، ان ممكن انت بكرة تتفهم اكتر، ان انت تكون افضل في اسلوبك وفي تعاملك، ولكن انثى برج العقرب مش سهلة ابدا
والرحيل بتاعها ممكن في أغلب الأحيان يكون بضربة أو بصفعة على الوجه لا تنساها أبدا. يعني مش هي ممكن أنثى برج الحوت تقول لك مع السلامة وتسيبك في حالك، السرطونة ممكن، إنما العقربة بيبقى صعب شوية، لا لو سابتك هتضايقك قبل ما تسيبك. ولكن شئنا أم أبينا هي مش من الإناث القمة في موضوع حلقة النهاردة. نعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز التاسع، نلاقي العسل أنثى برج الميزان الهوائي، رومانسية قوي، لما بتحب بتحب قوي، وأيضا الفراق أو الرحيل أو حتى دفع الطرف الآخر من حياتها ما بيكونش سهل عليها إطلاقا. حساسة ورومانسية ورقيقة زيها زي كل الإناث اللي سبقتها، والموضوع ده ممكن يتعبها نفسيا، الوجع بيكون شديد قوي على نفسية الإناث دي، عشان كده ما بيكونش أبدا سهل عليهم إن هم يعملوا حاجة زي كده. نعلى أكتر نوصل للمركز الثامن فنلتقي وندخل في منطقة وسطى أكتر وأكتر، العذراوية أول أنثى ترابية معانا، من أكتر النساء الحمولة، تتحمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وما تبينش وما تتكلمش، ولكن دي بالذات ترحل مرة واحدة، ومعنى ان هي بترحل مرة واحدة ان مفيش مرة تانية عشان اقول لك ان هي بترحل اكتر من مرة. دائما او غالبا رحيل انثى برج العذراء بيكون مرة واحدة بس، حاول ترجعها تاني مش هتعرف، حاول تثبت لها ان انت اتغيرت هيكون صعب ان هي تصدق، عشان كده خلي بالك، ما هو انت لما تعرف الصفات دي والكلام تحديدا للرجل هتعرف تتعامل وتقيم الانثى اللي انت بتتعامل معاها، والصورة تبقى واضحة قدامك اكتر واكتر. ايه رأيكم بقى نعلى اكتر واكتر عشان ندخل في الجد اكتر واكتر، لما نلتقي بالجوزائية، احنا دخلنا يعتبر في موضوع حلقتنا. طبعا الانثى دي من الاناث القادرة جدا جدا على فعل ذلك الشيء، ان هي تقول للراجل مع السلامة والقلب داعي لك وما عندهاش نفس، حتى لو بتحب اوي خلي بالك ما عندهاش نفس، ما تقدرش ان هي تطول بالها. المشكلة ان انثى برج الجوزاء من الاناث سريعة النرفزة وسريعة الغضب وسريعة طردك من حياتها ان لم تكن تصلح. انثى برج الجوزاء فيها الصفة دي نظرا كمان لرتم حياتها السريع قوي، يمكن الناس اللي احنا خدناها قبل كده لما تيجي تبص على رتم حياتها ما هوش سريع قوي، فبتطول نفسها اكتر شوية من غيرها. اعلى منها نفس الطبيعة الهوائية انثى برج الدلو الهوائي اللي في المركز السادس، ونخش اكتر واكتر. المشكلة ان انثى برج الدلو احنا طول ما احنا حلوين مع بعض ما عنديش مشكلة، هيبدأ العلاقة يكون فيها توترات وقلق، انا ما بحبش اوجع دماغي، انثى برج الدلو كده. اضف على ذلك ان الجوزاء والدلو العاطفة مش متحكم بشكل كبير قوي في حياتهم زي الابراج المائية اللي جت معانا من شوية، عشان كده القرار مقارنة بالابراج دي هيكون اسهل شوية عليهم ان هم ياخدوه. انثى برج الدلو حرفيا ينطبق عليها الكلام اللي احنا بنقوله ده، اعلى واعلى. وندخل في الجد اكتر واكتر، نلاقي البرنس زعيمة العصابة أشرس نساء الأبراج أنثى برج الأسد، إحنا دخلنا في قمة القمة أنثى برج الأسد تحديدا، لا دي نساء القمة بقى، بدأنا نخش في نساء القمة مع السلامة وتضرب بالشبشب وتضرب. بصوا أنثى برج الأسد عامة يعني طول ما إحنا حلوين مع بعض أنا حلوة معاك، هتقلب على الوش التاني هعفرتك هجننك وراك لحد ما خليك يعني تكره اليوم اللي انت اتولدت فيه. انثى برج الاسد عصبيه، مندفع، عصبيه جدا، ساعه عصبيتها ما بتشوفش قدامها، احنا خدنا الابراج اللي بتقلب الطاوله على الجميع، شفنا انثى الاسد او برج الاسد تحديدا كان في المركز الكام، ما بتشوفش قدامها، وتقدر ان هي من الاناث اللي هي تدوس على قلبها وتتحامل، ويبقى عندها نوع من الجلد الكبير قوي، حتى لو بينها وبين نفسها بتتقطع بس ما تحبش ان هي تبين لحد ما. إذن الخلاصة أنثى برج الأسد، أنت كويس أنا زي البلسم معاك، أنت هتتعوج معايا هديك بالشبشب، ده خلاصة الكلام يعني. أعلى منها في المركز الرابع أنثى برج الثور الترابي، العنت،
وان هي ما بيعجبهاش الحال المايل، انثى برج الثور دي ولا تتقبل شيء مش قابلاه، يعني ما تعرفش ان هي اصليه دغري قوي. عارفين الانثى اللي احنا نقول عليها دغري قوي؟ انثى برج الثور كده، والاسد برضو كده على فكره، بس الثور اكتر. وانثى برج الثور ليها ثوابت ومبادئ صعب ان هي تتنازل عنها او يبقى فيها استثناءات، كل ده بيخليها لو انت تعوجت معاها تقدر بقى ان هي تدوس على كل حاجه وتقول لك مع السلامة، وإن كان ده ممكن ما يجيش بسرعة لأن هي عقلانية فممكن تطول بالها، بس صدقني الطرد بتاعها هيكون قاسي وعنيف جدا، وأيضا من الإناث اللي نقدر نقول صعب جدا إن أنت تقدر تستبيلها أو ترجعها مرة تانية أعلى منها. ونخش في الجد، الجد الدايرة بتضيق أهي، توقعوا كده المركز الأول واكتبوا لي قبل ما نوصل له، أنا بحب إن أنا أشارككم ونتفاعل مع بعض. هنلاقي عندنا الحملوية النار تقول كلمتها في حلقة اليوم، أنثى برج الحمل قلت حاجة قبل كده توضح الكلام عنها في حلقة النار، إذا حبت واقتنعت بيك ممكن تديك كل حاجة، هي كريمة قوي من أكتر نساء الأبراج كرما، لقيتك ما تستاهلش تسحب كل حاجة وتدير وجهها أو تدير ظهرها لك، تخلي كده بعد ما كان وشها في وشك تديك ظهرها وتمضي في طريقها ومع نفسك. أنثى برج الحمل ده بيجعلها من أقوى وأشد النساء القادرة على طرد الرجل اللي هو في حياتها. أعلى منها آخر أنثى نارية معانا القوسية، هي الأسرع في الرتم بتاعها بين الأبراج النارية كلها، أنثى برج القوس، سريعة جدا جدا وأسرع أنثى ممكن تاخد قرارات عاطفية أو غير عاطفية، وكل ده ممكن يخليها إن هي في ثانية إلا ثانية، في لحظة سرعة، في لحظة تهور منها، ان هي تطرد الرجل طرد عنيف جدا، وكبريائها هيمنعها ان هي تصالحه تاني او ان هي ترجع له مرة تانية. انثى برج القوس عنيفة من النساء العنيفة في المواضيع اللي زي دي، وما عندهاش صبر وما عندهاش نفس طويل وما تطولش بالها، والرومانسية مش طوبة عندها، مش اللي هي نسبة 90 و80 و100% عشان تقدر ان هي تتعبها، لا الرومانسية طبيعية جدا عند الانثى دي. بينما متصدرة النساء من الترتيب أكثرهم قدرة على طرد الرجل وبلا منازع أنثى برج الجدي الترابي، المرأة الحديدية التقيلة الواثقة من نفسها متحملة المسؤولية قوية الشخصية اللي تقدر إن هي حتى وأنا قلت قبل كده تعيش فترات طويلة من غير ما تعتمد على رجل. أنثى برج الجدي عامة، أنثى برج الجدي عندها تحكم وكنترول بتقدر تعمله على نفسها كده يستحق الإعجاب قوي، تقدر لو بتموت في شخص معين تقدر إن هي تأقلم نفسها إن هي ما تحبش الشخص، ممكن تتألم وطبيعي جدا هتتألم وممكن تتعذب وتدمع كمان، وإن كان ممكن يبقى بينها وبين نفسها، ولكن مقارنة بنساء الأبراج هي تيجي في المركز الأول، ما هو الموضوع كله بناء على المقارنة، يعني مش بقول إن هي مش هتتأثر بحاجة زي كده، ولكن مقارنة باخواتها من نساء الابراج انثى برج الجدي في المركز الاول متصدره نساء الابراج في حلقه النهارده، وبدون منازع وبكل جداره وبكل استحقاق. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقه بلايك يدعمها بلايك، اكتبوا لي ارائكم، بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، اشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام اللي حابب ان هو يبعت لي اي استفسار، رابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو، وهتوحشوني.